عودي معكم للمتابعه لليوم السبت 4 شباط. سوشيال ميديا فكره رح بتشوفوها جديده كل يوم سبت بهالوقت مع علي شحادي. اليوم رح نحكي عن وسائل التواصل بين بعضنا، امتين بنستعمل بين الفايبر والواتساب والماسنجر وغيرهم وغيرهم، ونعرف اكثر بسوشيال ميديا. صباح الخير علي. صباح الجزء، كيفك؟ تمام، ماشي الحال. ماشي الحال. اهلا وسهلا فيك بعلم الصباح. اول شيء اول مره بنكون سوا. بالفعل بتعرف السوشيال ميديا هي اكلتنا مثل ما بيقولوا، اكله وقتنا، وخلص حكما صار تليفون المرافق الخاص لنا او التابلت مرافق الاولاد او تليفونهم او اللابتوب الى اخره، وكله في سوشيال ميديا، يعني بين صح. الفيسبوك، بين التويتر، بين الانستغرام، السناب شات وغيرهم وغيرهم، حكيت عنهم الاسبوع الماضي صح. ولكن اليوم رح نحكي عن وسائل التواصل العالم بين بعضها، يعني ماسنجر الشخصيه، يعني الواتساب والفايبر، شو كمان عندنا الفيسبوك ماسنجر، عندنا السكايب كمان هلا شوي كمان عم يستعملوه صحيح للفيديو. مثل ما قلت المره الماضيه حكينا اكثر عن وسائل التواصل الاجتماعيه للحكي بين المجموعات مثل الفيسبوك وتويتر. اليوم حنركز على الماسنجرز، عن كيف نحكي انا في أوكي. احكي معك وشو هن الوسائل. بس قبل بتعرف شو بيزعجني بالواتساب مثلا؟ بس تطلب حدا بالغلط مثلا بتكبس ايدك، لو ما دق خلص بيعلم عنده دغري دغري بالثانية، لأنه احنا معودين على التليفون العادي بياخد 3-4 ثواني قبل ما صحيح. يلقط، هلا صار دغري يلقط كمان، هي شغلة ثقيلة. طلبتني هيداه والله بالغلط لأنه ساعة بفتح. عم في شيء قبل بدك تحكي عنه، القصص اللي عم تتداول أكثر ايه اليوم الأسبوع. يعني بآخر هال من أسبوع لهلا، من وقت ما دونالد ترامب صار رئيس الولايات المتحدة نعم. كثير صار في على السوشيال ميديا موجة كومنتس، خصوصا لها علاقة بناس عم تشارك قصصها شو عم يصير معها لما عم تسافر على أمريكا. يعني عم يكون في كتير مشاكل للأسف مع أشخاص من جنسيات معينة أنه يرجعوا يفوتوا على أمريكا. في ناس عم ترفع دعاوي على الحكومة لحتى اللي تقدر ترجع تفوت. ما بعرف في ليحة كمان داولت بين العالم أنه بعض الجنسيات وبعض الدول العربية ممنوع انه تاخذ فيزا وممنوع يفوتوا حتى لو عندهم فيزا نعم. صار كثير ناس عم تستعمل السوشيال ميديا لحتى تشارك هاي الخبريات ويصوروا كيف تعبوهم من المطار وهيك. فكمان هاي شغله بتفرجينا قد ايه قوه السوشيال ميديا. في ناس يعني رجعت تحلحلت قصصها لانه جرسوا على السوشيال ميديا صحيح. فهي اكيد اي حدا عم يستعمل الفيسبوك هالايام او تويتر مرق عليه هيك شغله. اكيد مرق، بس اللبنانيه فين يفوت فين ياخذوا فيزا. في شيء بدنا نشوفه عنهم ولا بس بدنا هلا هلا رح نبلش بخبريه الماسنجرز ادوات التواصل. شو بتحب اكثر شيء جوزيف؟ انا اكثر شيء مش بحب بس اكثر شيء بتخيل الواتساب. واتساب انا كمان يعني كثير سهل، بحسه قريب، بحسه صار بيوازي التليفون، يعني لانه فيك تحكي عليه بالكتابه، فيك تبعت فويس مسج، وفيك تتصل. اهم من التليفون كمان اهم من التليفون صار الاتصال بينسمع عادي يعني صح. عم يحسنوا بالجوده وبيوفر كمان اكيد اكيد. الواتساب هو اكيد مثل ما قلت هلا هو من اكثر الوسائل المستخدمه نسبه لهلا القصص الثانيه اللي رح نحكي عنها، وفي كذا سبب لهي. اول شيء الواتساب عملوا ضرب ذكي، او من اول ما نزلوه كان اول ماسنجينج اب يلي بتوصل رقم تليفونك، يعني ما ضروري يكون عندك يوزر نيم، ما ضروري تعمل اكونت، دغري على التليفون بتنزلها على رقم التليفون ببين عندك. يعني اذا انت عندك واتساب ما ضروري اعمل لك اد حتى اكيد دغري على رقم التليفون، لانه بغير وسائل مجبور اعمل لك اد نعم. ولازم يكون عندك يوزر نيم. فمن ورا هاي الشغله تحديدا الواتساب قدر يكبر وينشهر بطريقه كثير سريعه صحيح. لانه كان كثير سلس، والحلو بالواتساب انه كثير هين تستعمله نعم. ما في شيء معقد، اليوزر انترفيس كثير هينه، كل شيء بسيط مدري، لانه هالقد مستعمل لانه في شيء ثاني اسمه لاين كمان. لاين يعني اللي هو بعض الدول العربيه بيستعملوه لانه الواتساب ممنوع الواتساب كول بعض الدول العربيه، بيستعملوا اللاين لانه فين كمان يتصلوا كول عليه. مظبوط، لاين هي اب موازيه لواتساب او بديله لواتساب، بس اذا عم نحكي عالميا منا يعني ضمن منتشره منا حتى ضمن التوب 10 لل اكيد لهو. بس اكيد في بلاد عم يلجأوا لغير وسائل ليستعملوها نعم. هلا الواتساب اقل شيء اذا بدنا نقول خاص او انونيمس، يعني اذا عندي رقم تليفونك فيني اوصلك على الواتساب اي اكيد اوكي أكيد. والواتساب بخبرني اذا شفت المسج، بخبرني كل شيء عم يصير. بتعرف عنده هيدي ايجابياته اللي عم تحكي عنها واللي قلناها كلها، بس في عنده سلبيات كمان. شو صاير معك؟ سلبيات انه ما في برايفسي،
100%. هاي اللي عم قولها، هاي اللي عم قولها. يعني شئت او ابيت بده يوصل لك المسج، شئت او ابيت بده يجي 100%. او الناس يعني بدها تحكيك وصار خلص مبين، يعني ما في مهرب منها للقصة، ما عندك برايفسي بدك ترد، فهون اكيد بنصح العالم. كنت من دقيقة اونلاين، ليه هلا ما رديت؟ هلا اذا شلت هي قصة انه ما تبين اونلاين، كمان بتبطل تشوف غيرك اونلاين لتعرف اذا فيك تحكيهم او ما تحكيهم، يعني هي فايس فيرسا بتصير. صح. هلا الواتساب الحلو فيه انه فينا نستعمله على التليفون وعلى الكمبيوتر، في كثير ناس ما بتعرف هيدا الشيء، بس هيدي تيب انه فينا نستعمل الواتساب يفتح على الكمبيوتر عندنا، بس بنخسر بعض من الفانكشناليتيز او بعض من القصص اللي فينا نعملها على الواتساب الطبيعي اللي على التليفون. يعني على الكمبيوتر ببطل فينا نعمل فيديو تشات اذا عم نستعمل الواتساب على الكمبيوتر، ببطل فينا نزيد كونتاكتس، يعني اذا فاتحين مجبور اذا بدنا نزيد حدا جديد نزيده دغري من التليفون. اوكي. عم يشتغلوا عليها. ومجبورين يكون التليفون داير وعليه انترنت تنستعمل الواتساب على الكمبيوتر، سو في بعض شويه صعوبات على تعرف اذا واحد فاتح الواتساب مزبوط عن جد قديش مهم. هلا تذكرت الفيديو كول، يعني هذا مؤخرا صار مش كم شهر 100%. صار فينا نعمل فيديو كول، والحلو بالواتساب كومبيرد لغير قصص انه الفيديو كول والاوديو كول ما بيصرفوا كثير ميجا بايت، يعني شغلين على التقنيه بطريقه انه الناس تحكي وما تعتل هم الميجا بايتات اللي عندها. على الماسنجر بتصرف اكثر، على الماسنجر بتصرف اكثر، على السكايب بتصرف اكثر شيء. سو هون جبت سيره الماسنجر، خلينا ننتقل او قبل الماسنجر للفايبر. اوكي. اوكي. الفايبر كمان في كثير ناس بتستعمله، شايف هون. هلا الفايبر كثير قريب للواتساب، شوي معجق اكثر لانه في اوبشنز اكثر وولاده اكثر، وهو بتتفاجئ انه مزبوط يعني شوي الاعمار الاصغر بتستعمله. فيتشر بالفايبر يلي غير ابس ما عندهم اياها هي الستيكرز، شايف هون مكتوب سو هوت وشمس ولاف واي لاف سمر. بس تعرف شغله، مع انه هو عمل الكول قبل الواتساب الفايبر والفيديو. صح. كول وال 100% الفايبر من قبل، بس ما اخذ نهجه الواتساب. ليش؟ لانه استخدامه اصعب من الواتساب. يعني هون عم نبلش نفوت بالتقنيات انه ليه شغله الناس حبتها اكثر من شغله ثانيه، وفي اسباب ثانيه يعني لها علاقه بانتشارهم بالبلاد وشو كانت استراتيجيه الانتشار. بس 100% يعني ما اخذ نهجه الواتساب. يعني الواتساب مؤخرا فوت الفيديو كول، صار له فتره بس الفيديو الفويس كول صار له فتره بس الفيديو كول مؤخرا. نعم. الواتساب اب الفايبر شوي اصعب، يعني حتى اذا بدي ابعت فويس نوت بدي ارسال الفويس نوت منا هالقد هينه. الفايبر الحلو فيه انه بس تبعت مسج فيك ترجع تمحيها. طول ما انت بعد ما شفتها في امحيها قبل ما تشوفها. لا ايه هلا عم يقولوا الواتساب بدهم يعملوها، واحد بيبعت انه ما بس ليك في في, في في ضرب بالموضوع. انه بيكتب لك انه جوزيف ديليتد ا مسج. يعني انفضح. يعني لا انفضحت. يعني ما بعرف شو كان مكتوب بس بينكتب انه انمحى مسج طول ما انه بعد انت ما قريتها. هي ما بعرفها انا منيحة. وهلا بالواتساب بدهم ينزلوها قريبا، هاي خبريه للناس اللي عم يستعملوا الواتساب. بدهم ينزلوها، بدهم ينزلوها هلا عم نشتغل عليها. اوكي. فقريبا فيك تمحي مسج قبل ما توصل. كله هودي كمان اللي بتنبعتوا واتساب بيوصلوا لك كله بيتسجل على الداتا. ايه كله. وهلا ما تذكرت شغل الحلو بالواتساب انه بيسيف لك كل شيء، صور ومسجز. يعني اليوم انا اذا جبت تليفون تاني ايه. كل شيء بينتقل. ايه ما بعتل هم. تعمل مثل شو بيقولوا لها باك اب على كله. بس قصدي على الداتا بس الفويس مسج بيتسجلوا كمان. ايه 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 كله بيتسجل. حنوصل هلا للفيسبوك ماسنجر. الفيسبوك ماسنجر هو سيستر اب للفيسبوك. اوكي. بس عاملينه بطريقه للناس تحكي مع بعضها. هلا هو اقل شيء انونيمس، يعني الفيسبوك ماسنجر ما فيك تستعمله، يعني ما في يجيب غير رقم تليفون وحط عليه. فيسبوك ماسنجر موصول باسمك على الفيسبوك. على الفيسبوك ما فيك تتخبى ورا. هو انا بلاقيه اقدم واحد بس ايه. هو مؤخرا لصار فيه كول وصار فيه فيديو كول. 100% عم يلحقوا حالهم الفيسبوك. عم يلحقوا حالهم تا يقدروا الناس تستعمله. هلا الحلو بالفيسبوك ماسنجر كمان في تقنيات شوي اجدد من غير، بلكي ما بتعني لي لالي ولالك، بس الفيسبوك ماسنجر بيسمح لك تركب روبوتات تجاوب على العالم. يعني اليوم انت في انا ابعث لك مسج انت ما ترد، انت تبرمجه انه يرد علي. وعم يستعملوا هاي التقنيه لقصص حلوه ان كان. لحظه هيدي علمني عليها، هي حلوه لانه في كثير عالم بيحكونا اوقات بيزعلوا انه ما عم نجاوبهم، مع انه انا بعمل جهد جاوب. يعني ما بنعرفهم شو فينا نحط مثلا هاي يور ويلكم مثلا. هاي يور ويلكم. انا بتعرف شو اعطيتني فكره بركي باحد الاسابيع الجاي بنفوت بالتفاصيل لهي وكيف بتبرمجها. اذا فينا نعلمها على الهواء السبت الجاي انا حكون انا وياك. بصير فيك ترد على العالم اوتوماتيكلي. يعني حتى اذا حدا سالك انه اذا انت مطعم شو عنوان المطعم، لحاله الفيسبوك بيفهم انه انت عم تسال عن العنوان بيبعث له اياه.
تريح عليك شغل. لا حلو هيدي حلو. كمان في قصص عم اكتشفها اليوم مش مكتشفها. والفيسبوك كمان انت. يعني الفيسبوك كمان فيك تستعمله على ديفرنت بلاتفورمز على الكمبيوتر على أوكي. على بنوصل للسكايب. السكايب هو بركي اقل شيء استخدام من هو، بس السكايب هو اكثر شيء انشهر من اساساته للفيديو كونفرنس لانه اول واحد بلش يمكن بالاساس. وهو الوحيد من بين كل هولي يلي بيسمح لك تعمل فيديو كول مع اكثر من شخص. يعني اليوم الواتساب الكل اللي حكيناهم شخص 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 شخص، السكايب بيسمح لك تعمل مثل ما شايف هون يعني 10 اشخاص يفوتوا يتحدثوا مع بعض. سو اذا الناس عم بهمها يعني نفس العائله مسافرين كل واحد ببلد فيهم يجتمعوا يعني عندهم السكايب ليعملوه. هلا السيئه الكبيره بالسكايب انه كثير بيصرف ميجا بايتس، يعني منه مبرمج بطريقه توفر لك ميجا بايتس، فكثير ناس اللي بتستعمل سكايب يعني بتحكي دقيقتين بيطير منها 50 ميجا بايت. اوكي لانه اي اكثر واحد صورته واضحه باللي حكيت عنهم كلهم بين واتساب فايبر ماسنجر وسكايب؟ بطبيعة الحال سكايب، من شان هيك بيصرف كتير ميجا بايتات لأنه أوكي. صورته كتير واضحة لأنه أوكي. بيستعمل باندويث كتير عالية ريزولوشن. والسكايب كمان لازم ضيفك، يعني لازم يكون عندك يوزر نيم لحتى اللي أقدر أوصل لك منا على رقم التليفون. وهون فينا كمان إذا حدا بده يعمل أكاونت أنونيموس أو ما يحط اسمه لأي سبب إن كان أوكي. في كمان يستعمل يعني هون في برايفسي، في برايفسي أكتر إذا أوكي. أنت بهمك يكون عندك برايفسي. هلأ هولي بشكل عام الكل أعطيك تيب كتير سريعة هلا باخر دقيقة معنا اياها، بركي ما بعرف اذا انت بتعرفها بس اكيد انا في كثير ناس ما بيعرفوها لهي، خاصة بالفيسبوك ماسنجر. اوكي فيسبوك ماسنجر بيسمح لي اتواصل مع ناس بعرفهم وناس ما بعرفهم. فيسبوك ماسنجر اوكي مزبوط. فيسبوك ماسنجر يعني انت يو اكسبت او لا 100% يعني سو اذا انت منك فريندز معي انا فيي ابعت لك مسج صح، بس في شغل الناس ما بتعرفها انه هاي المسج ما راح توصلك على الانبوكس، هاي المسج راح توصلك على مطرح اسمه اذر اللي هي فوق بتكون اللي هي فوق مخبيه بمطرح يلي كتير ناس بترجع بتفوت عليها وبتكتشف انه شو عندي مسجات. انا هيك عملت من فترة على فكرة، بس اذا بتعمل اكسبت مجرد ما تعمل اكسبت بفوت دغري الشخص على الماسنجر في سير يبعث لك لو ما كان عندك فرند على الفيسبوك. يعني عملوها هاي الفيسبوك شوي طريقة لحتى اللي ما كتير يوصلك قصص من ناس ما بتعني لك. نعم في كتير ناس بتصير تتحركش او تبعت دعايات او هيك، بس هذه منيحة للببليك فيجرز لانه في كتير عالم بدفون وما عندهم سبيسز، ما في يكون فولو ويعملوا لهم هذا الشيء على الماسنجر 100%. سو كل شخص اليوم عم يحضرنا فوتوا هلا على الاذر وشوفوا اذا حدا بعت لكم مسج بهالكم يوم. في شيء عم تقولوا؟ بعد عنا وقت ولا خلص؟ انا ما عم بسمع لان بدايتي. ثانك يو لك علي، بنشوفك لكن السبت الجاي بموضوع جديد عن السوشيال ميديا، موضوع يلي شاغل الكل بالفعل. لكل المشاهدين احنا وياكم مكملين على الصباح، ما تروحوا لمطرح، خليكم معنا، بريك جدا قصير وبنعود للمتابعه.